شفيك انت شفيك شنيتي وشلون ما عين؟ صدق من صبرنا له بنتنا صبرت ونالت. يبا بعد تو الناس اقصاها خطوبه. ان شاء الله بتتم هالخطوبه، خلنا نروح ابشرها. ايه ايه ركضي ركضي شوي. يبا نوره من زمان ما استانست، خلنا نروح افرحها. صبري يبا صبري صبري يبا. الولد صدق ونعم فيه، بس خلنا نسال عنه، انا ما اعرف عادل. ايش تسال عنه يا سعود؟ هو مو ولد صديقك وشريكك بالشركه؟ يبا الشراكه غير والزواج غير، لازم اسال عنه. لا يفكر ان انا طالب انت عليه، لا لازم اسال عنه عدل. هو اللي يطلبها، ما حد جبره. ادري ادري بس لازم اسال عنه، نشوفه يشرب ما يشرب، عنده خرابيط، انا مو من سنه عشان اعرفه، لازم اسال الشباب اللي من سنه. اسال مثل ما تبي بس شيخه لا تقرب لها، لا تقرب حق خالد اخوك وعياله، لان اذا دروا بيروحون يعلمون امهم، وانا ما ابي امهم تدري عن خطبه نوره. خل تسمع من الغرب، بسوي فيها مثل ما سوت فيني. شهادة لله وعبد العزيز ما خبي عني شيء. إيه بس شيخة ما تقول لي شيء، ولا بس ما تقول حق نورة شيء. يعني بطلع حرتي فيهم، يعني بسوي فيهم مثل ما سووا فيني، ماني مخلية بس مو تصعد حق نورة وهي تبدل، أبي أدقرها مثل ما دقرت نورة بنتي. كل شيء سووا فيني بسوي فيهم في هالعرس. لا تبتدين بالشر يا معودة، قولي الله يوفق بنيتنا. إن شاء الله راح تتوفق، وراح يموتون حرة بمكانهم إذا سمعوا عن الخطبة. عشان يعرفون الفرق بين راكان وبين نواف، ولد العز ولد الأكابر. إيش علينا من راكان الحين؟ إحنا شكوا فيه. وانت صاج إيش علينا منه؟ خلي ولي. اسمع يا سعود، ترى العرس يبي له مصاريف، يبي له فلوس وايد، باكر اللي طلبنا منك مو تقعد تنشف ريجنا. بس هذا اللي تفكرون فيه الفلوس؟ الزواج عندكم بس صرف فلوس؟ طبعا يبي له فلوس، عندنا خطبة ريايل وخطبة حريم، عندنا بدلة الخطبة وبدلة الملكة وبدلة العرس واليهاز. الله 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 الله، يبا بدلة واحدة لبسوها بالعرس وخلاص، بعدين هو بيعطيها مهر، ليش تاخذوا مني أنا؟ يا سعود ترى هذه بنتك نورة، ما عندك غيرها. تدرين فيني أنا ما أحب أفسفس الفلوس. بعد ما في أسعد من هاللحظة يا سعود عشان تصرف فلوسك فيها. أصرف ما قلت شيء، بس بالعقل. أنا ما راح أخليك تصرف وايد، إيش رأيك؟ انتي لو ما اعطيك الخيط والمخيط كان نشفتيني من زمان. ايش دعوة عاد يا سعود، حرام عليك، انا مو كذي. الخطبه ما تمت وهذا كلامك، اذا الخطبه تعرست ايش بيسوون فيني؟ ان شاء الله بتتم وذيك الساعه يصير خير. تفضل يا حبيبتي. حياك. اوه جروب رفيجاتي مطرشين صور اختك بسمه بالعرس. ومن اللي مصور وداز الصور؟ عادي، الحين كل عرس لازم تسرب منه صور. بس ما شاء الله جايبين نوال الكويتيه ونبيل شعيل ومريم فارس. بس ترى المفروض انه ما حد يصور ويدز الصور بالجروب، عيب. اي هو عيب، بس لا تحاتي، الصوره توصل عندي وما تنتشر. هي اصلا مو مبينه بس ما من بعيد. عاد انا حاولت اعزمك واخذ من امي بطاقه علشان تجين العرس، بس قلت ما تسوى اعزمك واحنا للحين ما انخطبنا رسمي. عسى ما قلت حق خالتي انك تبي البطاقه حقي. ليش مجنون؟ وانا اقدر اقول لها ابي بطاقه حق جود؟ ليش وانا شفيني يعني؟ انا كل اللي ابي ما ابيها تظن اني انا قالت لك تقول لها، ترى مو حلو حقي، وانا وايد انعزم عروس بس ما احب اروح لاني ما احب الضجه. يا يبا انا قصدي بس انك تكونين جزء من العائله، هذا قصدي. اذا صار نصيب ان شاء الله صرت جزء من العائله، بس اذا ما صار ما ابي اكون انا السبب مشاكل بينك وبين بيتكم. يبا احنا ببيتنا اي شيء يصير تصير عليه مشكله عادي، يعني مثلا عبدو يبي يسافر تصير مشكله، اختي بسمه تبي تطلع مع رايلها تصير مشكله، اخوي عبد العزيز متضايق تصير مشكله عادي. يعني امي تحب تسوي من الحبه قبه، فهمتي؟ لا كذي انت قاعد تخرعني ترى. مو هذا الصج، امي اذا ما تناجر وتعاي ما تطلع مع عبد العزيز. انزين والحل؟ الحل انه باكر اكلمها بالموضوع. يعني انت مصر؟ طبعا مصر، بس ايش فيك احس انك انت مو متحمسه. من اللي سمعته اكيد مو متحمسه، يعني ما تشوف فيني عيب عشان خالتي ما ترضى فيني. يبا امي كذي، اي شيء ما يجي من صوبها ما تحبه، بس لا تحاتين بتطخ وبترضى. يا ربي وانا شو اسوي الحين؟ يسرى انا لازم ابلغ اخوي خالد بخطبه الريايل، ما باجي عليها شيء. بلغه قبلها بيومين، شو المشكله يعني؟ ما يصير يا بنت الحلال، احنا بدوانيه واحده وهو اخر من يعلم. انزين بلغه، بس قول لا يكلم شيخه ولا يقول لها شيء. شيخه اول وطالب تدري. اسمعني يا سعود، اللي سووه بعرس بسمه لازم يصير حق عرس نوره واكثر بعد، ابيك تسوي مثلهم واكثر. شلون يعني؟
يعني مثل ما بسمة جابوا لها المطربين نوال والقصار ونبيل شعيل ومريان فارس، لازم انت تجيب مطربين حق بنتي نفس هذيل واكثر بعد. نيتي انت يا نيتي، كل هالمصاريف هذه حطها بليله واحده، مجنون انا ما عندي عقل. يعني بسمة احسن من بنتي؟ هم بنات عم، ايش تبي الناس باكر يقولوا عنه؟ بسمة ابوها دللها وسوى لها كل شيء، وسعود ما عرف يدلل بنته ولا يسوي لها شيء؟ انا ما يهمني كلام الناس. يا ريال انت ما تبي تفرح في بنتك؟ ايوه بفرح ببنتي ما يخالف، ما قلنا شيء، لكن مو اصرف بليله الاف مؤلفه، يبقى الفرحه بالقلب مو شحاطه وفسق. العرس مو شحاطه وفسق، العرس ليله عمر، فرحه، اذا انا ما افرح في بنتي متى افرح فيها؟ يبقى فرحي ما قلنا شيء، فرحي واستانسي، سويها بالصاله عندك ولا بالسرداب، يبي لك كم شريط، رقصه وغنه وكلها واحد. يا خيه تبيني اسوي عرس بنتي في بيت وحط شريط وشيخه مسوي عرس بنتها باحسن الفنادق وجايبه احسن المطربين؟ لا يا سعود، نوره حالها حال بسمه. ترى ذبحتيني، بسمه وبسمه وعرس بسمه وعرس بسمه، يبا ما يصير كذي، ما عليك من الناس، طالعي نفسك طالعي روحك، ما عليك من فلان سافر وفلان راح وفلان ايه. انا كل ما اقول لك شيء قلت لي بسمه وبسمه، الله يحلاك. ديري بالك على فلوسك، شوف العالم من حواليك شلون صاير، أنا اللي سوي هذا كله من حقه، مو حقكم أنتو. خلي بالك على نفسك وقضي بفلوسك، ترى ما حد نافعك إلا فلوسك. هاي أمه. شلونك؟ كني بخت. دوم إن شاء الله. ما بصراحة ما نعرف شو أقول. إذا ما تعرف شو تقول لا تقول. تدريني ما أنا ليش هاي صح؟ لا ما أدري. الموضوع داك نسيتي. شو موضوعه؟ موضوع اللي تكلمنا فيه. شوف أنا الموضوع اللي ما أحبه ولا يوز لي أنساه، ما أتذكره، أسوي له على قولتكم ديليت. زيني ما شاورتي نفسك ما فكرتي؟ أنا رأيي قلت لك، ولا أقيره ولا راح أقيره، خلصنا. زين يما تكفين، كلمي أبوي، شوفي شنو رأيه. أبوك لا تدخله بهالمواضيع، خلص، أبوك واثق فيني. يما صدقيني إذا ما خذيت جود ما راح أتزوج غيره. يا بختك يا شيخ، يا زين ما ربيتي، خش ولد، أخلاق وسناء وطوع وديانة. نحن بوك لا صلاة ولا ديانة ولا ذكر رب العالمين، وفوق هذا من تبار بوالدينك؟ إيش دعوة يمه؟ عاد سويتيني كلش ولا بيزة، لا أخلاق ولا دين. إيه اللي ما يصلي ولا يصوم ولا يقرب من ربه ما في بركة. يمه أنت عارف شو تسوي، متخبط، لا تبتسوي هذا ولا بتسوي هذا ولا بتاخذ هذا، وبعد بتكمل وتتزوج جود وتمشي على ممشاه. يا حميد هذا اللي خايفه منه. لا يما لا تخافين، خلاص الحمد لله، انت كبرتينا ربيتينا احسن تربيه، ليش قاعد تخافين علينا الحين؟ خلي كل واحد فينا يشق طريقه، وكل واحد فينا ذنبه على جنبه. اي صاج، كل من ذنبه على جنبه، بس باكر اللي تورط وطاح الفاس بالراس لا تيني ولا تلقيني وجهك وتقول لي يما جود ما سوت، جود ما حطت، جود ما بارتني، جود ما قامت فيني، مالي شغل. لا لا يما لا تحاتي، ما راح اقول كذي. على هواك، انا ايبك من الديوانيه وذيك ساعه انت باصر انا معه، بصراحه انا طيحت، ماني مثل الاول، لا فيني شده صراخ ولا فيني شده اعصاب. لو احاكيك مني لي سنه قدام، ما انت مسوي اللي انا بيه، بتسوي اللي براسك واللي مقتنع فيه، لكن مو اللي انا ابي. وهذه اختك قدامك مثال، شفتها؟ كهي سوت اللي تبي وراحت، الله يسعدها ويا على الله يوفقها مع رايلها، لكن بتشوف الفرق من لما كانت هني وببيت رايلها. يما الله يخليك، لا نقلل من شخصية أحد علشان حالته المادية. لا 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 لا، أنا آخر واحدة تحكي عن المادة، أنا ما همتني المادة، والحمد لله عندي خير والله مغنيني، ولو بعطي عيالي أعطيهم كلهم ولا أنا مقصرة عنهم. أنا لما جبت سيرة أختك أحكي عن الفرق بين بيتنا وبين بيت مركان،
اختك اختك كانت تطلع وتروح وتجي ونسفرها، تدري شلون كانت سفرتها؟ انا ما اقول ما تروح مع ركان، ممكن تسافر وتروح، لكن سفرتها مع ركان غير عن سفرتها معانا، تطلع وتروح مطاعم وتروح اوتيلات وسبيتات وتاكل احسن اكل وتركب احسن سيارات، اي شلون بتسوي كذي؟ ولي يرحم والديك لا تذكرني بسمة، لان لما تذكر بسمة تجيني البجوة. ويييي الحين ليش تبكين؟ ترى بسمة يعني كلها كم يوم مرادة. ما تدري أنا شو أفكر فيه. أنا كل ما تذكرتها وهي لابسة البدلة الكتور وحاطة الكعب العالي وطالعة يحافظ مشي من بيتنا إلى بيت مركان واللي وراها الدياي والصغور، هذا فال بنتي، هذا فالها، مش تبيني أحتر؟ لا حد يحاكيني، ترى باقة بموت. هي ما علي يما، يعني كحديقتنا إحنا، ما بقى تكرمين كلب ما ركض فيها. بعدين هذا اختيار بسمة، وصدقيني الدكتور زين ما شاء الله عليه، وأنا متأكد إنه راح يهنيها، حتى هالبيت هذا يمكن يهدمه ويبنيه على ذوق بسمة. عسى أنا من حرتي على بنتي، كنت أتمنى لها نصيب أحسن من كذي، بس شو نسوي؟ قرادة قرادة. لطيفة شلونك؟ قولتي علي؟ بلى أكيد. أشوف سألتي عني ولا طلعتي علي؟ قلت ما أبي أضايقك، أدري فيك تعبان، قلت أخليك ترتاح بدارك. وداري هي دارك؟ إيه؟ صدقين ما أدري إيش فيني، حس بملل، ودي أشوف فيلم، إيش رأيك نطلع؟ إيه نطلع. إيش رأيك نروح فيلم وبعدين نتعشى، ولا نتعشى وبعدين نروح فيلم؟ اللي تبي كيفك، أنا بالنسبة لي عادي. يلا يا خل نروح نبدل. Thank you.
بعدين. عادي. أنا قايل لك ما أحب أطلع ولا أروح مكان بسبب هالنوعية من الشباب. مالك شغل فيهم، أمشي أمشي. أقول لك الفيلم نار، شيء وشباب ودنيا وحركات. طيفة تعالي هنا خلص بعيد. لا 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 مو صدق، مو صدقك، مو صدق. يا لهو ايش فيك؟ طالع قدامك. آسف آسف أخوي آسف. هذا أقول لك لا، وأحلى شيء لما نط البطة. لا لا شيء عجيب. ايش فيك يبا ما تشوف أنت؟ قلنا لك 100 مرة طالع قدامك دست على ريولي. آسف يبا ايش فيك؟ آسف. أي آسف؟ صار لكم ساعة تصارخون ورا وانت كل شوي دايس على ريولي. آسف. احشم المكان اللي انت فيه، هذا مكان عام. لا لا انا ويا زوجتي واقف، ما تحترمون ما تحترمون. منو؟ لا لا احنا محترمين. من جاي صوبك صوب زوجتي؟ ما ادري عنكم اللي يصرخ ورا واللي يضحك. شنو احنا جايين استاذ؟ ايش فيك؟ معصب شايدني على راسك. انت ما تعرف الصح من الغلط. ايش فيك؟ ترى اللي غلط مرة عادي، لكن اللي غلط مرتين هذا في شيء. اخوي ايش فيك؟ انت اللي مو صح. ايش فيك؟ انت شو تصور انت؟ شو تحط التليفون من ايدك؟ عزيز عزيز امشي. ايش فيه؟ هذا عضو مجلس امه سابق وكذي لو الحين موجود شو يسوي فينا؟ والله طق تلفون الريال. شفت شلون لما اقول لك في ناس مولين ما تصدقيني؟ تحسبين كل الناس مثلك متربين؟ لا يبا لا، ذيلا لا ادب ولا اخلاق ولا تربيه اصلا. هذا وانت طالعه وياي ما سلمتي، شلون لا تطلعين بروحك؟ عشان لا تلوميني مره ثانيه لطيفه، لا قلت لك لا تطلعين ولا تروحين مجمعات بروحك عشان تصدقين كلامي. لا شفت جليل الحياه شلون يصورنا؟ أشكره كذي يصور؟ لا الزمن صدق تغير، كل شيء صار بانحدار. زين حبيبي ليش التشاؤم؟ تعوذ من إبليس. أي تشاؤم؟ هذا وانتي شفتي بعينك وتقولي لي تشاؤم؟ ترى كل مكان فيه الزين والشين. سمعي لا تراديني ولا تعايني لا قمت أتكلم، عندك كلمة زينة قوليها، مو كل شيء ما يخالف وعادي. سكتي أحسن لك. والله انا حقيت انك بتعترض يا ابو عبد العزيز. ايش اعترض عليه؟ اذا الولد مصر ويبيها شلون نرده؟ انا خايف اذا رديناه يسوي بعمره شيء. عاد لا تخوفني، بسم الله على ولادي. يبا ولدك ريال مو هو بياهل، بس ما تقدرين تردينه انت، لو انه بنت ممكن تردينها، بس الولد ما تقدرين تقولين له اذن على وراك. تدري عاد وتصدق انا هالولد مخرعني. ليش انك تبين تسيطرين عليه وانت قادره؟ بالعكس انا شايف ان الولد مريحنا، عارف شو اللي يبي. يعني الحين انت موافق على اللي يبي؟ ما باذنك ماي؟ اي ليش ما وافق يبا؟ الولد بالعكس يالك وقال لك انا ابي اركد وبتزوج وبسكن وبرتاح، ايش تبين احسن من كذي؟ ابوها ونعرفه واهلها ونعرفهم. لكن انا ما اعرفهم. ها يبا تعرف عليها. شو اتعرف عليها؟ ذمتك فهمني، انا شو اقول لها اللي رحت اخطب؟ بليز نبي يور ووتر دوتر حق ولدنا نخطبها؟ شو اقول لها؟ ما تعرف شو اقول ولا اعرف شو تقول لي. يبا المره صار لها سنين بالكويت، اكيد تعرف كويتي. ويه واللي عافيني، هذا لا مو مثلنا. يبا انت اذا ما حد عجبك عذربتي فيه، طلعتي فيه 1000 عذروب، علامك انت. يبا الاجانب هذول فيهم ناس يمكن احسن منا وارقى منا، علامك. ابو عبد العزيز انا عيالي ماني لقيتهم بالسكه، تعبت عليهم وعلى تربيتهم، علشان كذي لازم اتدخل بزواجاتهم. ما نلام يبا ما تلامين، كلنا ما نلام، بس ما يصير عاد تشوفين نفسك على خلق الله، والله مو زين، مو زين يا شيخه مو زين. ها انتوا طالعين؟ اي والله ما طالعين، يا ليتنا ما طلعنا، لو قاعدين بالبيت وايد احسن. ليش يبا ليش؟ يا يبا كل ما طلعت ما اشوف الا الشيء اللي كدر، قله ادب وعدم احترام، ناس بس تحارش ينوبها، شيء ينرفز. امسكت سيارة تنرفزت واندشيت مجمع، كرهت نفسي وكرهت الساعة اللي دشيت فيها، وين ما التفت ما اشوف الا جلة حياة. ليش كذي؟ ليش يصير معي كذي؟ ايش معنى انا اللي امر بهالمواقف؟ مقيولة يا ولدي، لحيت تحشمها ولحيت تحشم نفسك عنها. يا يبا عيزنا واحنا نحشم ماكو فايدة، ماكو فايدة. معقول اطلع ويا مرتي لازم اشوف واحد يخزها ولا يلتفت علي؟ ايش هالحالة هذه؟ ادش مجمع كني داش غابة. اي ما طول عمرنا نروح ونيا ونروح مجمعات، ما شفنا اللي انت تشوفه. يا يما انا اشوف شيء انتم ما تشوفونه، صدقيني انا اشوف شيء انتم ما تشوفونه. توني جاي الحين انا ولطيفه متاوش يا واحد قاعد يحوم ويلوي حوالينا لين داس على ريولي. سأليها كاهي يمك، سأليها ما
ما بغى يفكنا. وين الناس المحترمين اللي تقولين عنهم؟ ذلا ما نشوفهم بس نسمع فيهم، ما نشوف إلا الردي ويا كثرهم بيننا. تعوذ من إبليس يا ولدي، الدنيا بخير. هذه الدنيا يمه فيها الطيب وفيها الردي، فيها الشين وفيها الزين، بس أنت وقت أفطن يا يمه. لا كثر الردي تخرب الدنيا، قمت أكره الناس يا يمه، ما أحب أشوفهم ولا أسمع سوالفهم. عزيز حبيبي مش روح الغرفة. يمه روح ارتاح، روح. يا بعد عمري هالولد، أنا ما أدري الشاف بدنيته عشان يتعقد كذي. مشكلة أنا الاكتئاب متمكن منه، قام يشوف الدنيا سودة. أنا اللي حارني إن أنا متشتفة، ماني قادرة أسوي شيء. والله أنا ما ينسكت عنه، خايف عليه أنا، أخاف إنه يطلع بروحه ويتخانق ويا أحد ويسوي لنا سالفة كبيرة. هذه البلوة. لا وذاك متفرق يبيني أخطب له، أنا وين والخطبة وين؟ وين اللي خلق؟ شيخة أنت لا تطلعين لك عذار، محمد يبا ما له ذنب، ليش إن عبد العزيز مريض؟ إحنا نحرم الولد من الزواج، بعدين الولد يالك بريوله وقال لك يبا أنا أبي أركد وتزوج واسكن. شلون يعني؟ لا تعسرينها وهي سهلة، ترى والله باكر تندمين. هاي مام. هلا حبيبتي. مام في أخذ الشوفير عندي تصوير. عندك تصوير؟ إيش تصويره؟ ما أنا نسيت خبرك، رحت كم مرة مع نورة على الدعايات وتعلمت منها وهلا صرت مطلوبة وعندي تصوير. لا والله. شنو اليوم عندك تصوير؟ تتفقين مع الناس من غير ما تقولي لي؟ إيه مام، حكيت معهم على التليفون بس ما مضيت على أي كونترا. وقعتي ولا ما وقعتي؟ أساساً أنا مو موافقة، وبعدين قال إيش تطلعين بهاللبس هذا؟ باردون مام، أنا عملت شي غلط؟ غلط؟ إلا غلط في غلط. آسفي مام، ما كان قصدي. نوير هذه ما يجي من وراها إلا المشاكل، هي اللي حطت الموضوع في راسك. اسمعي، أنت ليكون على بالك أنا راضي على نوير واللي تسويه. مام بليز ما تحكي هيك عن نورة، البنت كتير ذكية. البنت الذكية اللي تسوي شيء بدون لا تتعدى حدودها. البنت الذكية اللي ما تستغل لبسها ومكياجها عشان تكسب منها. سمعي كارمن، أنا جبتك هني عشان تقعدين معي تستانسين، نطلع مع بعض، نروح نرد مع بعض، مو تطلعين بروحك من هالبيت، فهمتي؟ إيه مام، بس أنا كبيرة منا صغيرة. زين، دامك كبرتي يعني نقدر نتفاهم. سمعيني كارمن، البيت هذا له قوانين وأنا ما أحب أحد يتعداها. بعدين أنا جدراني اللي رايحة لهم زينين ولا مو زينين. يا ماما أنت يا بنت لازم تكونين حريصة على نفسك. طيب أنا عندي حل يرضيكي. خير، قولي إيش عندك. شو رأيك تيجي معي؟ لا والله، هذا اللي ناقص بعد. من صدقك انتي، من صدقك جنيتي، تبين انا اروح معاك؟ مام بليز بدي اصير مشهوره. روحي زين ولي يرحم والديك، مشهوره الله والشهره ما وراها غير المشاكل والقيل والقال. يعني هلا كيف؟ يعني قعدي في البيت قضبي ارضش طالعه من هني ما في، انا مالي خلق، كبرت تعبانه مالي خلق اركض وراك. طيب بتصل بنوره وبتجي معي. تعالي تعالي يا يسرى، تعالي تعالي شوف اللي انا فيه. خير استاير؟ تعالي شوفي بنتك، بنتك واللي سوتها في البنت. بنت نورة؟ شو مسويه؟ شو مغبره؟ قولي شنو اللي ما سوتها. هو هو هو، ايش فيك يمه؟ وصل الرقم اهو. بس ليش تهيت شي بسرعه البرق؟ ما يمديك. عادي يمه، بسرعه البرق سرعه البرق يبت. المهم انا اللي بقيت منك شي تنهنني على ما تعطيني اياه، وطع هذا شلون؟ ابد لمح البصر. ايش دعوه يمه؟ الا هالشيء هذا. يا زينك يا زينك وحلاتك. دعوه يمه، تعالين علي. اكيد مو اول مره، دائما. اي صح دائما، بس يمه تكفين دقي عليهم. استحي على وجهك. ايش يمه؟ اصبر، الحين يقولون قاطين روحهم علينا. هم يدرون اصلا ان انا قاط روحي عليهم. والله انك ما تستحي. لا يمه خل افكر شلون احاكيها، ايش اقول لها، ارتب اموري. مو كذي بسرعه بسرعه بسرعه. بعدين انا عمري ما خطبت. يوم خطبت حق عبد العزيز خطبت لطيفه مني لي. صدقيني ما يبي لها شيء، عادي. الو شلونكم، شو اخباركم، ولا مساء الخير. والله نبي عيد بنتكم حق ولدنا محمد. اسكت اسكت لا تدهني، خلني اجمع افكاري واعرف ايش بقول حق المره. ان شاء الله. اي ترى انا ما اعرف وين تلفوني. كاو كاو يما كاو. يا ربي ما يصير كذي. انا من الحين شده، انت علامك
شفيني؟ هذا قبل لا تاخذها كذي عيل تزوج شو بتسوي؟ كنت بستانس يمه. تمشيها على سلكك مو هي تمشيك على سلكها. اكيد يمه طبعا. ايه تصير مثلنا مو انت تصير مثلهم. ان شاء الله بتصير مثلنا بس نظارتي وينها؟ نظارتي لا لا ما هي نظارة ليش نظارة؟ نظارتي شلون؟ اعطيني انا دق. اهو. اوف ما احب كذي انا ما احب كذي صراحة ما احب. لا هذه خطبة؟ عادي يمه. اخ منك ليش تهيت شيء يمه 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 نزاقة يمه يرن يرن فتوح حبيبتي لا تتضايقين ما يصير خاطرك الا طيب انا اراويك فيها كارمن ماما انت توك صغيره بالعمر ونوره اكبر منك انا اقول تفتي حق دراستك ومستقبلك وايد احسن لك من هالسوالف مام انا بدي اسجل بالجامعه هون اي يا حبيبتي يا كارمن بس انا تو دافع القسط مال جامعتك في لبنان مام انا بدي ابقى هون ما بدي اسافر على لبنان اي بس حرام يدتك اكيد بتضايق وتزعل لا تيتا ما رح تزعل بالعكس بحبوك كثير وبيأمنوا فيكي انا ادري انهم يأمنون فيني بس يا بنيتي انا ما فيني حيل المسؤوليه انا اللي سجلتك بالجامعه هني قلبي شب عليك بالدخله والطلعه مام بوعدك ما رح اعمل شيء بدايك ابدا ابدا هذا شو اقول لها ما تحكيني يسرى كارمن حبيبتي انت هالكورس روحي هناك واذا ما عجبك الوضع تعالي هني ما بدي تدرين شلون خلينا افكر في الموضوع الحين خلينا موضوع الدعايات أبيك تشيلين الموضوع من راسك وبتمسحين صورك كلهم ما بالناس يشوفون صورك ولا يهمك يا فتوح أنا بخلي نورة ترقب الموضوع أي والله ولي عافيك البرامج هذه أنا ما أعرف لها وهالجيل هذا يخرب أنا وين وهالسوالف وين ما علي حبيبتي تحملي فتوح حبيبتي أنا كنت جايت لك ببشارة أكيد لي سمعتيها بتستانسين بس أنا شنو قلت؟ قلت ماني قالت لك إياها بالتليفون بيي هني وأقول لك إياها خير قولي ونسينا شوي نورا انخطبت صج والله بالمبارك 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 الله يبارك بعمركم إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله اللي خاطبها بيقمتها وبيخليها تمسح الصور كلهم عسى عسى إن شاء الله إلا ما قلتي من هذا اللي خاطبها يوقف قلبك يما تكفين يما الله يخليك واللي سلمك دقي يا يما عيب ما يصير الحين بتشوف رقمنا وبدك زي ممكن ما تعرف الرقم يا حبيبي انت يعني ما عطيته حق المسعده بنت شكو اعطيها يما من صدق شيء قص علي قص علي هذه دك دك زين خير خير من اللي دق علي اليزابيث لا يما والله بتغيرين رايك اذا كلمتيها والله اذا تعرفتي عليها راح تعرفين ليش هي طول بعرض يما منك يما ردي لا تسده يلا الو هلو كان هيلب يو بدينا الو أيام شيخة محمد از مدر أهلا أهلا أم محمد شلونك؟ إن شاء الله طيبة؟ يا أختي إيه كذي حاكيني كويتي خليني أفهم خلنا نتفاهم عدل كويتي بالكويتي يا حالاتكم وأنتوا تحاكون كويتي أكيد أكيد أحكي كويتي زين أنت أم محمد شلونك؟ إن شاء الله طيبة والله الحمد لله زينة أنتوا شلونكم بوجود شلونه؟ كله بخير الحمد لله أمري أم محمد ما يامر عليك عدو يا برجيت والله أنا داقة علشان أكلمك بموضوع المفروض ما أتكلم فيه في التليفون بس مبدئياً لنتلاقى والله بنخطب بنت جود حق ولدنا محمد وبعدين محنا لاقين أحسن من جود هذه الساعة المباركة أم محمد والله ما أنا أم محمد أنا أم عبد العزيز ما عادي عادي طوفي طوفي أوه سوري سوري أم عبد العزيز أنا كلش مو زينة بالأسامي وي حتى أنا مثلك الظهر زهايمر إن شاء الله أنا أكلم أبوها وأكلم جود وإن شاء الله إحنا ما نلقى أحسن منكم خوش مشكورة وما قصرتي وإحنا بعدنا انطرتكم سلمي على جود وعلى أبو جود مع السلامة هاي ما إش قالت؟ إش قالت؟ تسأل رأيها وبعدين ترد علينا جواب بعد إش قالت؟ شفتيها يما شلون تونس؟ لا وتتكلم كويتي ما كانها اجنبيه. اي حليلها وعليا شكلك عارفهم ورايح وقاعد ومبسط عندهم. لا يما حشش يوديني. عادي عندهم هم بوي فريند وتبسط تغدى عندهم وتعشى عندهم. لا يما مو لهالدرجه عاد ترى موجود متمسكه بالعادات والتقاليد للحين. اي وايد وايد. ميرسي مام ميرسي كثير. حبيبتي انا اهم شيء اشوفك سعيده ومبسوطه. في مفاجأة ثانية بروح أخذ لك الثياب وأغراض إيش رأيك؟ أكيد بدي روح يا عزم مام بالدنيا
شنو هذا؟ ليش انت اللي تنظفين؟ وين ميري؟ ميري ما يصير تدش الغرفة وانت قاعد. ايش قصدك يعني؟ يعني مو عدل ان هي تنظف الغرفة وانت قاعد بالغرفة. اطلع من الغرفة وخليها تدش تنظف. يا ما قلت لك اطلع من الغرفة وما طلعت. انت قلتي لي اطلع وانا قلت لك لا. يعني الغرفة وسخة انت تقعد فيها بالايام لازم ننظفها. لطيفة على الهدرة والحكي الزايد، حوستك هذه قاعد تنرفزني وانا ماني قادر اتحمل ازعاج. تبين اطلع من الغرفة؟ ترى ذبحتيني بالحنة ولا قاعدة تتغلين يعني؟ لا انت سويتها قبل مرة وعادي تعيدها. اسويها مرة ثانية من طريقتك في الكلام واسلوبك. طول عمري اسكت واتحمل وعمري ما تحكيت، اقول زوجي وولد خالتي ولازم اتحمله ولازم اسكت، بس خلاص وصلت مرحلة ان انا ما اقدر اتحمل حتى كلامك. غصبا عليك تتحملين، اصلا هذا واجبك. ما في شيء غصبا علي، انا قاعد اتحملك من كيفي، انا ماني مستعدة اضيع وقتي وصحتي عشانك. تبي تعاملني زين بتلقاني اساعدك واساندك، بتظل تعاملني بهالاسلوب ترى انا خلاص وصلت حدي ما فيني اتحمل شيء. لطيفة قصري حسك احسن لك. ايش هالكلام اللي تقولينه؟ ايش فيك اليوم؟ جنيتي؟ لا ما جنيت، انا قاعد اتكلم من صدجي، انت حاطني بحياتك عشان تطلع حرتك فيني وتبيني اسكت، بس انا الحين مو خايفه، خلاص ما اقدر اتم معاك. لطيفه! يعني شلون ما تقدرين تتمين معاي؟ يعني كل واحد منا يروح بطريق. انا مستعده اقعد معاك بحاله واحده، اذا انت رضيت انك تعالج. طول عمري انا متحملتك وساكته. ومن اول ما تزوجنا وانا ارجع خالتي بعلاقتنا. إذا أنت مو راضي تتحمل ما تقدر تكمل معاي عادي قول لي أنا أروح. قبل كنت أستحي أقول لك هالحكي، بس الحين ما راح أستحي. أنت لو تلف الدنيا كلها ما راح تلقى واحدة نفسي تستحملك، ولا أن هي تتم معاك وأنت بهالحالة. أنا صرت من دودها، صار ما عندي ثقة بنفسي. شلون تبيني أكمل معاك؟ أنا آسفة ما راح أقدر. لطيفة لا تهديني وتروحين. أنا عزيز ولد خالتك ورابي معاك، ما تتحمليني ولا تتحملين الحالة اللي أنا فيها. صدقيني لطيفة أنا وايد تعبان تعبان تعبان. أنا محتاجك الحين توقفين معاي أكثر من أي وقت ثاني وتهديني وتروحين. عزيز أنا الحين مرتك، أنا مو بنت خالتك اللي لما كنا ياهل نلعب بالحوش وتصرخ علي. أنت لازم تعرف شلون تتعامل معاي. لازم تاخذ حبوبك. ما تشوف حالتك. قامت تدور. لا تشتغل ولا تطلع مع ربعك الديوانية ولا طلعات ولا روحات. أقول لك شيء. أنا صرت لما دش الغرفة انقمت. يا تاخذ دواك يا ترى ما راح تشوف رجعت وجهك. لا لا مو من قلبك هالكلام. انا متاكد ما تقدرين تعيشين بدوني. ادري تحبيني وتموتين علي. راح اتعلم. بس انا ما اقدر اتم معاك وانت بهالحاله. الا اذا اخذت علاجك. وما هديته ولا يوم واحد. صدقني ما راح اقول حق احد. وإذا تبي عادي نروح أنا وياك نصد بأي مكان ما حد يدري عنه لين تعالج وترد. بشوف يا أنا يا عنادك. لطيفة أنت من متى كذي؟ من متى طلع لك هاللسان؟ من اللي فيني، من اللي شفته. أنا من اليوم رايح بظل كذي. الحين أبي رد. تاخذ الدواء ولا امشي؟ مام، شو رأيك بهيدا؟ إن شاء الله تبين تلبسين هذا في الجامعة. صدقك طبعاً لا، هذا ما يلبس. أنتي في الجامعة يبيلك لبس محتشم، يبيلك لبس واسع فضفاض. شو يعني واسع فضفاض مام؟ شنو يعني واسع فضفاض؟ يعني شيء راهي. أنزين تعالي تعالي أنا نقيلك.
وي كات بعد. اي هذا حلو. ايش رايك؟ طالعي. مام هيدا كثير ديمو. ديمو ايش تطلع هذه بعد؟ مش ملاحظة انه مش عم نفهم على بعض؟ لا انت عم تفهم علي ولا انا عم بفهم عليك. ما علي بعد عمري، هذا انت تحكي نص فرنسي او انا تحكي كويتي، اكيد ما نفهم على بعض. شو رأيك؟ انا بعلمك فرنسي وانت بتعلميني كويتي. انزين، بالاول روحي قيسي هذا الفستان، خلنا نشوفه عليك وعقب نتفاهم. يلا بعد عمري، طالعي ايش حالاته يلا.